لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. هيثم زناد رئيس مدير عام للديوان التونسي للتجارة صدر يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 611 لسنة 2023 قرار يقضي بتكليف العميد بالديوانية هيثم زناد بمهام رئيس مدير عام الديوان التونسي للتجارة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، حيث أنه تم إصدار قرارات كثيرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية منها إقالات الكثير وتعيين خلفا لهم. وكانت هذه الإقالة بتكليف العميد بالديوانية هيثم زناد بمهام رئيس مدير عام الديوان التونسي للتجارة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات. اللهم احفظ كل أبناء الشعب التونسي يا رب واحميهم.